يوجد هذه الشجرة في سومرتا، جزيرة سومرتا، يعني الدولة الأندونيسية، في الأندونيسيا. نعم، يستخدم صمغ هذه الشجرة بعد ما يصل عمره إلى 7 سنوات، تستخرج الصمغ هذه الشجرة التي تسمى شجرة جاوي، وهذه الصمغ يستفاد منه في الناحية الطبية، من الناحية الطبية. نعم. أما فله خواص خاصية، يعمل كمقشع، فهو مفيد لطرد الإفرازات والبلغم من القصبة الهوائية، وأيضا مفيد لمعالجة الزكام، نعم، وآلام الصدر والمعدة، نعم. ويستخدم هذه الصمغ أو هذه شجرة الجاوي، صنفه يستخدم لمعالجة الغش أو تسمى الإخماء، أي قبل الإخماء وبعد الإخماء، بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم. نعم، إصابة الشخص بإخماء، إخماء قبل الإخماء وبعد الإخماء، يتم إعطائه صمغ الجاوي لأنه مفيد في هذه الحالة. وهكذا شرحت لكم فائدة صمغ الجاوي أو الجاوي المشهور بهذه الاسم، والجاوي هو جزيرة من أندونيسيا، وشجرة تسمى بهذه الاسم بشجرة الجاوي أو سمورترا، تسمى سمورترا، جزيرة سمورترا في أندونيسيا. وشكرا.